خلينا نتابع هذا التقرير عن بانوراما جولة 22 وش صار فيها. شهدت مواجهات الجولة 22 إقامة 8 مباريات، انتهى 7 منها بالانتصار بواقع 5 لأصحاب الأرض و2 للضيوف، فيما انتهت مباراة واحدة بالتعادل. وشهدت هذه الجولة غزارة تهديفية إذ سجل فيها 27 هدف. نجح الاتحاد في مواصلة الصدارة واستطاع أن يكرر فوزه ذهابا على الأهلي عندما تغلب عليه إيابا بنتيجة 4-3 ليحقق الثنائية ذهابا وإيابا على الأهلي في دور المحترفين السعودي للمرة الأولى منذ موسم 2011. سجل أهداف 42 هدف الآن حطها في الجول. الله. اللون الأحمر يطغى على الجولة 22 حيث تم إشهار 6 بطاقات حمراء لتعتبر أكثر جولة في المسابقة الحالية إبرازا للبطاقات الحمراء. تعرض الاتفاق لخسارة قاسية من الفتح برباعية نظيفة ليكمل 3 أشهر دون تحقيق أي انتصار، حيث يعود آخر فوز للاتفاق إلى 27 نوفمبر الماضي على الفيصلي بهدف نظيف، حيث خاض الاتفاق بعدها 8 مباريات فشل في تحقيق أي انتصار وجمع 4 نقاط من أصل 24 نقطة. نجح الشباب في إلحاق أول هزيمة بالفيحاء على أرضه بملعب مدينة المجمعة في النسخة الحالية بعد انتصار بهدفين مقابل هدف في ختام الجولة 22، وبذلك أصبح الشباب الفريق الوحيد الذي لم يتعرض للخسارة على ملعبه هذا الموسم خلال 11 مباراة. وصل المغربي عبد الرزاق حمد الله نجوميته مع الاتحاد واستطاع تسجيل 3 من أهداف فريقه 4 في مرمى الأهلي ليصبح أول لاعب يسجل هاتريك في ديربي جدة في دور المحترفين السعودي. بعد الثلاثية التي تلقاها من ضمك في الجولة الحالية وصل عدد الأهداف التي استقبلها الرائد خلال مشاركاته بدور المحترفين السعودي إلى 600 هدف. خرج الطائي متعادلا مع ضيفه التعاون بهدف مقابل هدف ليسجل الصاعد حديثا إلى دور المحترفين أول نتيجة تعادل على ملعبه، حيث استضاف 11 مباراة فاز في 5 وخسر مثلها وتعادل في 1. شهدت الجولة 22 تسجيل 27 هدف لتعتري قمة أكثر الجولات تسجيلا للأهداف في النسخة الحالية بعد أن تجاوزت أهداف الجولة 5 والتي شهدت تسجيل 26 هدف. نجح برازيلي الاتحاد رومارينهو في تسجيل هدفه 14 بالنسخة الحالية ليتشارك مع مواطني تاليسكا النصر والنيجيري إيجالو لاعب الهلال في صدارة الهدافين بعد 22 جولة.